السلام عليكم أعزائي الطلبة، عندنا لسنتين درس العاشر من اليونت الأول. يقول هنا quiz time وقت الاختبار، read the quiz اقرأ الاختبار and underline وضع خطا تحت يعني ال adjectives followed by prepositions تحت الصفات اللي متبوعة بحروف جر. هنا what are you really like، كيف أنت يعني كيف تبدو أو شلون أنت يعني نقول نفسيتك شلون تتصرف. find out with our quiz جد ذلك مع اختبارنا. quiz اختبار امتحان بسيط سريع. which sports are you good at، ما هي الرياضات اللي انت جيد good at، خلينا خط تحتها. which school subject are you most interested in، ما هي المواد الدراسية اللي انت تهتم بها interested in مهتم بي good at جيد فيه. What do you get angry about؟ يعني ما هي الأشياء اللي أنت تصير عصبي حولها؟ Angry about غاضب من. What do you get worried about؟ ما هي الأشياء مثلاً اللي أنت تصير قلق بشأنها؟ Worried about قلق بشأن. What do you get annoyed about at home at school؟ ما هي الأشياء اللي أنت تنزعج منها؟ Annoyed about منزعج من. At home في البيت وفي المدرسة. What are you most afraid of، ما هي الأشياء أكثر الأشياء اللي أنت تخاف منها afraid of خائف من. Are you ever disappointed with your marks at school، هل أنت يعني صادفك مرة في حياتك disappointed with محبط من درجاتك في المدرسة. Do you ever feel jealous of your friends، هل أنت شعرت يوما بأنك يعني غيور من أصدقائك jealous of. Do you ever get bored or annoyed with your family، هل شعرت يوما أو هل أنك bored سئم ضجر أو منزعج من عائلتك. When do you feel proud of yourself، متى تشعر أنك يعني proud أو فخور بنفسك. أوكي طيب in pairs أنت وصاحبك على شكل ثنائية take turns تبادل الأدوار asking and answering the questions، اسأل وأجب على الأسئلة. each time you answer the question، في كل مرة أنت تجيب على السؤال give one extra piece of information، أعطي يعني معلومات إضافية يعني قطعة أو شيء من المعلومات الإضافية وهكذا. شوف الساد أول سؤال which sports are you good at، ما هي الرياضات اللي أنت جيد بها. I'm good at football and swimming، I won the swimming competition last year. شوف هسه هذا الجواب انت من جاوبت الاكسترا الاضافي I won، انا ربحت او فزت في مسابقة السباحة السنة الماضية. هسه يقول لي حل التمارين بصفحة 14 بكتاب النشاط. write a paragraph about yourself، اكتب فقرة عن نفسك. a relation or friend عن علاقة أو صديق. use at least استخدم على الأقل 6 adjectives 6 صفات with prepositions مع الحروف الجر. underline تحت ضع خطا تحت ال adjectives and prepositions ويعني ضع خطا تحت الصفات وحروف الجر. my friend أمينة isn't very good at sport، صديقتي أمينة ليست جيدة في الرياضة. but she is brilliant at ولكنها متألقة في art بالفن بالرسم مثلا. I like her أحبها because she is honest، حبها لنا honest with everyone أمينة أو صادقة مع الجميع. خلي روح حسا للكتاب النشاط. listen العاشر complete the sentences، أكمل الجمل with preposition مع الصفات مع الحروف الجر من الصندوق. هاي عندنا اللي موجودة راح نشوفها. شوف هذه أول وحدة. Are you excited about the holidays؟ هل أنت متحمس بشأن العطل؟ I was really pleased with my presents، أنا كنت حقا سعيد بالهدايا مالتي. I'm sorry about the mess in the room، أنا آسف بشأن الفوضى في الغرفة. ليلى looks ill، تبدو مريضة. I'm worried about her، أنني قلق بشأنها. زين. We have been watching TV for an hour، نحن كنا يعني
نتابع التلفاز حوالي ساعة. I'm bored with it. أنا سائم أو ضجر منه. زين. Are you afraid of snakes? هل أنت خائف من الأفاعي؟ Was she angry about the letter? هل هي غاضبة من الرسالة؟ You shouldn't be jealous. لا يجب أن تكون غيورا. Of Ammar, من عمار. He has problems too. هو لديه مشاكل أيضا. I'm not interested in history. أنا لست مهتما بالتاريخ. But I like geography. ولكني أحب الجغرافيا. You are very different from your brother. أنت مختلف عن أخوك. Aren't you? أليس كذلك؟ هل أنت؟ يعني إلى آخره. شوف هسه هذه excited. لو نخليها هذه نحاول يعني شوف هذه excited about. Excited about. متحمس من. Pleased with. مسرور بي. Sorry about. آسف بشأن. Okay. عندنا هنا worried about. قلق من. Worried about. قلق من. Okay. طيب. Bored with. ضجر من. Afraid of. خائف من. Afraid of. خائف من. زين. Angry about. غاضب من. Jealous of. غيور من. Interested in. مهتم بي. وعندك different from. مختلف عن. وهكذا. هذه حروف. هذه أفعال. هذه أفعال تكون يتبعها حروف جر. أوكي. prepositions. أوكي أعزائي. فهذه طبعا ضروري تنحفظ. طيب. هي ومعانيها. ننزل جوا شوية. عندنا هذه revision. Revision. مراجعة. أوكي. عندنا هنا revision مراجعة. The paragraphs of essay are in wrong order. طبعا هذه بالترتيب الخطأ. راح نرتبها بالشكل الصحيح. أوكي. هذه المقالة مرتبة بشكل خاطئ. ضعها في الترتيب الصحيح. طبعا حليت لكم إياها آني. فإحنا وين نروح؟ نبدو نبديها منا. نبديها منا. هنا يقول لي هذه. نقرأها. يقول about a million people came to Notting Hill Carnival every year. يقول حوالي مليون إنسان يأتون إلى هذا مهرجان Notting Hill كل سنة. In fact, في الحقيقة, people call it Europe's biggest street party. في أوروبا الناس في أوروبا يعني يسموه الحفلة, حفلة الشارع الأكبر في أوروبا. The carnival, المهرجان, takes place, يحصل at the end of August, في نهاية, يحصل في نهاية, قولوا ياي, في نهاية August, شهر آب, in Notting Hill, في منطقة Notting Hill, in West London, في غرب لندن. But people from all over London join it. لكن من جميع أنحاء لندن الناس تجي وتنضم إليه. It is Caribbean carnival with Caribbean music. هو عبارة عن احتفال يعني لمنطقة الكاريبي اللي هي جنوب أمريكا, يعني في أمريكا الوسطى, يعني ذو موسيقى كاريبية, dancing and food, حيث الرقص والطعام. It lasts 3 days. يستمر 3 أيام. أيام شنية؟ الساتردي السبت, والساندي الأحد, والماندي الاثنين. هذه الفقرة شنية؟ هذه الفقرة رقم أعزائي رقم 1. نروح على الفقرة رقم 2. فقرة رقم 2 راح تكون هذه. أوكي. يقول for those 3 days are prescriptions of dances. راح تكون مراسيم بهاي 3 أيام, مراسيم من الدانسرز, من يعني
مواكب Russians من الراقصين والبانز والفرق. Lorries drive slowly, العجلات الشاحنات يعني تسوق بسرعة through the narrow streets عبر الشوارع الضيقة, carrying bands حاملة الفرق and sound systems والأجهزة أجهزة الصوت. The music الموسيقى شبيها is very loud تكون عالية جدا. Crowd of people stand جمهور جماهير من الناس تقف on both sides على جوانب الطريق على جانبي الشوارع. Okay, watching the dancers يشاهدون الراقصين following them الذين يتبعهم. The dancers have amazing costumes الراقصون لديهم يعني عادات مثيرة. You can see أنت تستطيع أو أنتم تستطيعون أن تروا الراقصين شبيههم. Dressed as bears الراقصين يلبسون أشبه بالطيور. أوكي أشبه بالطيور. An ancient Egyptian والمصريون القدماء لبسهم هذا راح يكون. As flowers أو مثل الزهور. Or butterflies أو الفراشات. Or even as flames أو مثل اللهيب نيران اللهب. It's very colorful هاي تكون جدا تكون ملونة. And there's lots to look at وهناك الكثير من الأشياء اللي يمكن النظر إليها. فقرة الثالثة هذه راح تكون يقول when you tired of looking at the dancers عندما تكون متعبا من النظر إلى الراقصين you can try something at one of the food stalls تستطيع أن تجرب واحد من الأشياء اللي هي stalls الأكشاك الطعام اللي موجودة during carnival أثناء الكرنفال there are lots of little stalls هناك الكثير من الأكشاك الصغيرة on the streets على الشوارع selling delicious hot and cold food تبيع الطعام الحار والبارد اللذيذ. Those stalls تلك الأكشاك often have barbecues يكون بها يعني هاي الأكشاك غالبا ما تكون بها شغلات شواء. Traditional carnival food الطعام الاحتفال التقليدي includes يشمل coconuts البندق الكاكاو البندق اوكي coconuts الكورن سوب حساء الذرة باربيكيو تشيكن والدجاج المشوي اوكي with rice and peas مع الرز والبازلاء أو الفاصوليا هاي ثلاثة بالنسبة للفقرة الرابعة if you don't like crowds you shouldn't go to Notting Hill Carnival إذا أنتم ما تحبون الجمهرة والهوسة okay, لا يجب عليكم أن تذهبوا إلى هذا الكرنفال it's full of people إنه مملوء بالناس and sometimes the streets are so crowded وأحيانا الشوارع تكون مزدحمة جدا that you can't move حيث أنت لا تستطيع أن تتحرك but if you want to dance in the street and enjoy a Caribbean celebration this is the place for you but people and sometimes it's full مملوء بالناس وأحيانا الشوارع تكون مزدحمة that you can't move بحيث لا تستطيع أن تتحرك but if you want to dance with that لكن إذا أردت الرقص أو أردتم الرقص in the streets الشوارع and enjoy Caribbean celebration والاستمتاع بالاحتفال الكاريبي this is the place هذا هو المكان يعني لكم okay هاي أربعة 1 2 3 4 أعزائي هساي كملناها شعدنا هنا بعد جوة Write a list of festivals and celebrations. اكتب قائمة بالاحتفالات in your country في بلدك which you could write about. أي منها أنت تستطيع أن تكتب عليها العيد Independence Day العيد يوم الاستقلال Wedding الزفاف etc. إلى آخره. Work with a partner. Work.
Work with a partner. اعمل مع زميل. Choose a festival or celebration. اختار احتفال او يعني مهرجان او احتفال. You both want. انتم كلاكما تريدون to write an essay about. تريدون تكتبون فقرة حوله. Write a list of things. اكتب قائمة الأشياء. Describe in the essay. وصفها في المقالة. The list can be in any order. القائمة تكون في أي ترتيب. It doesn't need to detail yet. لا تحتاج يعني تفاصيل. يعني مثل اختصر my cousin wedding. حفلة زفاف ابن عمي. Clothes الملابس شنو كانت. What's special about the wedding. شنو الشيء الخاص اللي يتعلق بالزفاف. الفود الطعام. الجيتس الضيوف. Where was the party. أين كانت الحفلة. الباند الفرقة. الميوزيك موسيقى. الدانسينج الرقص. أوكي. Decide on the other the order of topics. هنا يقول قرر حدد ترتيب المواضيع in your essay في يعني البقالة مالتك. Use numbering هنا رتبها يعني رقمها. أوكي. هنا my cousin wedding. شو راح تخليها. أول شيء تخلي الضيوف. اثنين تخلي الطعام. ثلاثة تخلي هذه إلى آخره. هاي الفوق اللي هاي موجودة. أنت هنا شون راح ترقمها. Write an introduction. اكتب مقالة. This could give some background information. اكتب المقدمة اللي هاي راح تكون عبارة عن معلومات للخلفية. Example the origin and or date of festival. مثل الأصل وتاريخ الاحتفال. Celebrate المهرجان الاحتفال اللي انت اختاريته. Write the other paragraphs of the essay. اكتب الفقرات الاخرى للمقالة. Start a new paragraph. ابدأ المقالة الفقرة الجديدة. For each new topic. لكل موضوع جديد. Write a full essay. اكتب مقالة كاملة من 100 و 150 words. Remember to add a conclusion. وتذكر أن تضيف يعني استنتاجا. This could be your personal opinion. هذا راح يكون شنو رأيك الشخصي. Of the festival or celebration. للمهرجان أو الاحتفال. Add photos to your essay. أضف صورا إلى المقالة مالتك. If you can. إن استطعت. أوكي. أعزائي هسه عدنا هنا قبل ما هاي لحد هنا الـ revision 2. نخليها في درس قادم. وإلى اللقاء.